تابعتم معنا أعزائنا المشاهدين، كان هذا أذان صلاة الفجر مباشرة من الدار البيضاء، وبالضبط من المسجد المحمدي بمنطقة الأحباس، معروفة عند الكازاويين عند البيضاويين بالحبوس كيف كتشوفوا، وكيف ما وعدناكم بأننا غادي نديروا واحد الدعاء، ونتمنى بأن كل شيء بارطاجي، دعاء رفع البلاء عن بلدنا الحبيب. يلا دخلوا بزاف باش غادي نديروا واحد الدعاء جميعا ان شاء الله. وقبل ما نقراو الدعاء غادي نشكروا الاستاذ ساعي الحق حسن اللي سهر معنا على كتابة هذا الدعاء، دعاء رفع البلاء. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رب السماوات والأرض ورب العالمين، نتوجه إليك بأنك الرحمن الرحيم، ذو الرأفة بعبادك، أنت الحليم الكريم، العزيز الحكيم، اللهم صل على محمد النبي الكريم، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إننا نسألك في ساعة الإجابة هذه أن تغفر لنا أجمعين. اللهم أمن روعاتنا وهدئ نفوسنا واشملنا برحمتك أجمعين يا رب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا بجودك وكرمك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت، ولا يدل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، واجعل الحياة زيادة لنا في من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا على أثر نبينا رحمة للعالمين، يا ربي يا كريم يا رؤوف يا رحيم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استهديت به هديت، أن ترحمنا من الوباء، وأن تطهر منه الأرض وطبقات الهواء. اللهم ارفعه عنا جميعا يا كريم، وطهر منه أرجاء أرضك كلها يا حكيم. يا رب نسألك أن تحفظ من الوباء كل العباد عبادك، وعمم الشفاء على مرضاهم عموم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ بلدنا وملكنا، وتحجبه عن هذا البلاء بحجب رحمتك يا لطيف،
وكل بلاد المسلمين وكل البلاد أجمعين. يا ولي كل الخلائق، يا عظيم، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الرؤوف الرحيم. يا ربي ترفع علينا الوباء من هذه البلاد يا ربي. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر وهذا الدعاء. نتمنى من أنكم كلكم تكونوا تابعتونا بالقلب ديالكم وتبارطاجيو هذا الدعاء، واللي وصلوا هذا الدعاء يبارطاجيه باش الله سبحانه وتعالى يستجب ويرفع علينا هذا البلاء، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم، وغنخليكم معنا في هذه الجولة غيتما نصل إلى نهاية هذا المباشر الصباحي. نحن الآن بمنطقة الأحباس، بالنسبة للناس اللي كيسولوا اين بلاصه، هذه منطقه البلديه كيف كنسميوها، وهذه هي دابا دخلنا لزنقه الشمال كيف كيقولوا، هذه زنقه العباسيين معروفه هنا بزنقه الشمال كيف كيقولوا، البريركات هنا فين كتباعوا دوك الملابس الداخليه بالجمله، مدينه الدار البيضاء. شوفوا امامنا واحد العامل ديال النظافه، بهذه المناسبه كنوجه لهم التحيه، كنوجه لهم التحيه لانهم تاهما مزيان يخليو وليداتهم وعائلتهم ويخرجوا ينظفوا لنا الازقه. حاولوا تبارطاجيو الدعاء ما امكن، نتمنى من الله الاستجابة.
وهنا نأتي على نهاية هذا المباشر الصباحي. كيف ما طلبنا منكم بعد أولا شكرا على التفاعل ديالكم، كيف ما طلبنا منكم الكل يبارطاجي، ونتمنى الاستجابة من الله سبحانه وتعالى برفع البلاء. إلى هنا نستودعكم الله، والسلام عليكم.